أنا الأستاذة أمل من المنيا. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا الفتوى دي هاخدها منك أنت لأنها مصدر موثوق فيه. يا طيب. فضيلة الشيخ، أنا ربنا رزقنا بنص جراد كده ديت، فالبيت ده مسقف تسقيف بس، يعني فاحنا هنبلطه وهنمحره، ففي عايزة سهم بحاجة فضيلة الشيخ كده وأحطها صدقة جارية فيه، تنفع؟ وفي حاجة تانية فضيلة الشيخ، طب لو احنا بكرة وبعد مثلا صبناه يعني وعملناه معلش كده، معلش، انت دلوقتي في عندنا حد فقير، فاحنا دلوقتي هنسقف له البيت؟ لا هو بيتنا احنا يا فضيلة الشيخ، بيتنا احنا، فايه بقى، فعايزه تعملي فيه ايه؟ عايزة اعمل صدقة جارية، فقالوا لي ان يعني انت لازم عايزه تعملي صدقه جاريه عشان ربنا فتح عليكم وانتوا سقفتوا البيت وكده؟ لا بص يا فضيلة الشيخ، هو يعني 100 متر بس، هو معقود عقد عادي، لا مبلط ولا في محارة ولا حاجة، فاحنا لسه هنبلطه وهنمحره بس هنقعد على العقد لحد لما ربنا يفتحها علينا نعود نصبه كده ونسقفه حلو. فينفع ان انا معايا مبلغ، ينفع اعمل صدقة جارية فيه كده وتكون ليا صدقة جارية يا فضيلة الشيخ؟ يعني وفي حاجة تانية يا فضيلة الشيخ زي بعضه، مثلا لو احنا بكرة وبعده حبينا نطلع منه يبقى كده راح ثواب الصدقة الجارية بتاعتي؟ كويس، يبقى انت دلوقتي عايزه تعملي صدقه جاريه، يعني تجيبي تخلي حد يعمل يسكن فيه، او حد، او تعملي اكل احنا فيه. ساكنين فيه، احنا هنسكن فيه يا فضيلة الشيخ، لسه هنروح نسكن طب فيه. ايه الصدقه الجاريه اللي انت بتقولي هتعمليها فيه؟ يعني مثلا عايزه سهم مثلا جازي لسه هيمحره وهيبلطه، اسهم ب 1000 جنيه في حاجه، في المحاره، في البلاط، مثلا في الحمام، ما فيهوش انت حمام عايزه يا فضيلة تدفعي، الشيخ. اسمعي طيب اسمعي، انت عايزه تدفعي 1000 جنيه في توضيب البيت ده، وتقولي ان دي تعتبر صدقه جاريه، صح كده؟ ايوه ليا انا يا فضيلة الشيخ، لان هو عايز، ليك انت باعتبار ذمتك المستقله عن جوزك، صح كده؟ ايوه بالظبط. بس يا طيب فضيلة الشيخ بص، زي بعض يا فضيلة الشيخ، هو ما فيهوش حمام ولا حاجه، يعني عايز يتوضب بس، انا خايفه احطها يا فضيلة الشيخ وبعدين نمشي منه او نبيعه، راح كده الصدقه الجاريه عليا راحت، لا ان شاء فهمني يا الله. فضيلة الشيخ. حاضر حاضر، اجاوب على حضرتك يا استاذ امل. لا ما راحتش ولا حاجه، وثوابك ان شاء الله في مساعده زوجك ان شاء الله دوت واصل، ودي صدقه، وتكتب ليكي صدقه، ودوت كان حضره النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بيها زينب زوجه سيدنا عبد الله بن مسعود بان هي ممكن تتصدق على زوجها، فصدقتك ان شاء الله، دي مكتوبه ان شاء الله وتبقى ان شاء الله، وما يذهبش حتى لو سبتوا البيت، هيبقى الثواب ان شاء الله.